في قرية الحديبة قطن أحد أساطين الغناء الشعبي في السودان، فمبارك حسن بركات وآخرون من المنطقة بلغ شهرتهم الآفاق، هم من أرسوا أسس الطرب الأصيل والفن الرفيع. دخلنا على ملك الغناء الشعبي دون سابق موعد، وكعادة السودانيين استقبلنا وقدم لنا هذه اللمحات. العيد له قيمه وله مكانته. العيد ما سهل، العيد ده ما سهل أبدا. ونحن جيتونا في آخر الزمرة، تكون موجودة في حاجة، لكن يعني هسا نحن جبناها، جيتنا دي جيتكم دي جبناها، لأنه أنتوا جايننا في محلنا، ونشكركم كثير، بارك الله فيكم. نجم هذه السهرة من سوداني، وهو نجم عزيز علينا جميعا، عمنا الفنان كروان الحقيبة مبارك حسن بركات. اتفضل. اهلا بك يا عم مبارك معانا الليلة، ونحن عندنا سهرة جميلة اكتملت بوجودك معانا اسمها سوداني. الله يبارك، وانت نجم هذه الليلة من سوداني. الله يبارك فيك. تسلم. وكنا بنتكلم قبل شوي عن اغنيات الحقيبة، وعن ان لاي حد هي مرتبطة بالادب الصوفي في السودان. ايوه، يا ريت تكلمنا شوية عن الجانب ده. الأدب الصوفي، أول حاجة نحن طبعا في العلفون الحديبة ده موطننا، الحديبة العلفون، وبعدين بمدحوا المداح والقصاد بتاعين النوبة، ديل بدو ديل. يعني أول ما بديت كان بديت في المديح، وبعد كده بديت تغني. أيوة، أول حاجة أنا بديت الغنى والمديح الاثنين مع بعض. أول زول كان سمعك منه؟ أول زول سمعني أحمد المبارك، كان عليه رحمة الله، كان في ركن الهواء، في برنامج اسمه ركن الهواء. نعم. وبعدين انا سمعت احمد ده وعجبتني الكلام اللي بيقول فيه وهناي. بعدين لما جيت للاذاعه لقيته قاعد. اول ما غنيت الهجروك احبي. ايوه. غنيت الحجروك حبي والهمتني الحب والشعور، لما رأيت حسنك عيان وهبتني سحر البيان. ديل الاثنين أول أغاني خشيت بين الإذاعة. طيب يا ريت نسمع أول واحدة وأكثر واحدة جاوب فيك معاها الناس يعني بشكل كبير، كانت أي أغنية من الأغنيات دي؟ أيوة، قصيدة لمحمد الدرادي بتقول: هلل السعد لينا هبة، بنا بنا هيا يا أحبة، تزخرف الربرب المخبة، وهم السرور سح سحب صبة، هنا النفوس مزجت محبة، رعى الإله التغى الأحبة، أهو الروة وهذه الربابة، أهو الصبا وهذه الصبابة، هذه الشبيبة الربت هبابة، وحواف حياة النفوس حبابة، إذ انبرت بهرج الرحابة، وبدت لنا الشمس من سحابة، أرى الكواكب والشحابة، إياك والهن بدي انسحابة. طيب يا عم مبارك، إحنا عايزين نرجع ورا كده كم سنة ونسمعها ملحنة بالريك كمان، رأيك شنو؟ والله كويس. نسمع الحجروك حبي. حجروك حبي وعمل سبب حبي، كيف ينمو صورة قلبي الحجر.
يا وهي منيتي وكسبي، من صدك كفاية هل يرضيك جفايا. الحزن لك حواك بحبك وحاترف الحجر وك عمل السبب وبي كفي ألا عصور المرسوم يلغصنك ثنايا وكيف من هواك سلبي فيك واضح ثنايا وفي لحظك فنايا فيك نزلت عناية فيها عمري ليك مجبي الحجر وك عمل السبب حبي كيفي ألا عصور المرسوم أنا لي فيك غاية وهي منيتي المشاهدين لهم يسلموا عليهم والعيد مبارك عليهم والحمد لله. بعدين من ناحية الشعراء انتهوا خلاص، بس فضلت ذكرتهم فاضل الذكرى بس. هنا ابو صلاح الله يرحمه برضه قال كانوا في الخجلاب. نعم في الخجلاب. بعدين عرس عثمان ود العمده. نعم قال لهم قام البنات رقصا وهن كانوا يتعلموا يعني بيجوا في الحفلات يقعدوا. نعم قام قال لهم ايوه قام شنو خجلاب يا قلبي مني شالك مين؟ اي مني شالك مين؟ نعم قال لي كيف المنام وعيوننا يكونوا متفقين وهنا الشلوخ تتقادح والعيون رايقين. ديزك اطول منك.
ايوه ما فيك اطول منك ولا متقايسين. شفنا الضفاير جرن القديم كايسين، ما في طريقه نوم، ما في هذيك كده. نعم شفنا الضفاير جرن في القديم كايسين. ايوه انا شوقي دائما زايد وماشي في تحسين. انا صبري قال له ويشهد بها زاي حسين. نعم كلام جميل. يعني نعم. تقوم البيت نفس ما كلامك ده. نعم. تقوم ترقص و... طوال يقطعوا فيها ال... يقطعوا فيها القصيدة. نعم. ايوه ده و... رجع لشنو؟ ابو صلاح، ابو صلاح دائما كان بيقول شعر قطع اخضر كثير جدا جدا. في كواكب احتفلوا في القمر. بالقمر. نعم. ايوه. امضي ليل ذرية السمر. اول حاجه ابو صلاح قابلنا، عتيق قابلنا، عبيد عبد الرحمن قابلنا، محمود الدردي قابلنا، احمد محمد الشيخ الجغري وقابلنا، نهايه عتيق، واحمد حسين العمرابي، وعمر البنا. عمر البنا ذا كمان قابلناه وغنينا معه في زمان ريق، زمان محمود ابو عزايم الله يرحمه. هذين دي كلهم قابلناهم، قابلناهم وحفظنا منهم. ابو صلاح، ابو صلاح دائما كان بيقول شعر قطع اخضر كثير جدا جدا. في كواكب احتفلوا في القمر. بالقمر. نعم. ايوه. امضي ليل ذرية السمر. ديسوا للقدم وصل الخبر والنهاية رخص ما جاب. الصدير برع برز قلبه انتبر. ايوه. النهاية رخص لسه ما جبر قلبي هج طار. نعم. عنه ما صبر. ما صبر. نعم. طيب احنا لو رجعنا بنلقى السبب شنو يا دكتور؟ السبب هي الامكانيات العالية جدا عنده والشعر في الوقت ذاك. يعني طبعا ده كلام صحيح ان اغنية الحقيبة وصفت بان اغنية حسية بتقول عادية، يعني مثلا بتقول بسهام وقلبي جسمه. نعم. ما بقدر اروح باسمه. لو بسهام قلبي جسمه، قلبي جسمه لا يمكن اروح باسمه. ايوه. نعم. طيب دور المستمع السوداني كان شنو في المستمع المتلقي؟ يعني اي شيء جميل، يعني مزاجه، اي شيء جميل بيتلقاه هو كان من اسباب التثبيت. ايوه. نعم. طبعا ما هو شيء جميل، وشيء جميل بيفرض نفسه سواء كان متلقي يعني سوداني ولا غيره. نعم. ليه؟ لانه اي حاجه جميله بتثبت. اغنيه الحقيبه جميله، نشات وبدات جميله ومكتمله، وعناصر المتوفره لها الشعراء الفنانين. ها وبعد ذاك دخل الدور الثالث اللي هو ساعة في انه اغنيه الحقيبه تثبت، اللي هو الاستماع لها في حفلات العرس. نعم. شفت كيف؟ وفي القهاوي. لكن الاهم من ده كله ظهر في اخر العشرينات اللي هو الانتاج الفني. نحن حنرجع للانتاج الفني. أيوة. بعد ما نسمع من عمنا مبارك، وقبل انت كنت بتتكلم عن الرميه، والرميه دائما يا عم مبارك بيبدوا بها قبل الاغنيه. أيوة. نعم. ليه دائما بيبدوا بالرميه قبل الاغنيه يا عم مبارك؟ نعم بيبدوا بالرميه ليه دائما؟ ما بيسبقوا الرميه دي ما اما جات ما الغنوه ما بتتم، لازم تكون في رميه. اي لازم. نعم. تخش رميه. زي مثلا نعم سبب نوحي وإضجاري دوام جاري جاري بنوحي يا جاري ما جاري وكزي المنداري الله تفف كبدي بحجاري ودحين خاف الله يا أجاري الله تحي تزيلي أقداري وتزيدي سماح لناري هوي هباب للقدر زايل جماله للعيون كائل حباب 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 للقدر حباب الناعي سائل حباب غصن البموح مايل حباب على السمار شايل حباب
تهزه الهايل في خديدات يا قايل تشوف ما الحسن جايل حبام للكدر زايل يا مالو لليوم قايل درج براجا سيوف نصره إن عجن ظهر طبق خصره الكتوف والعيب يتعصره ذكر من الفريد عصره حرام للكدر زاي جماله للعيون كايل تسارق القودة بالراحة تسارق القودة بالراحة تقول نشوانا من راحة وتنسف ديسة الراحة وتاخد الكفيل راحة حرام للكدر زاي جماله للعيون كايل تسو مرة السحابين تسو مرة السحابين تريك نوم أجدي اللين تشيل قلب الفقيد دين تصبح في كريم الطين حبام للكدر زاي جماله للعيون قايل تقود وعضانا إنقادا تقود وعضانا إنقادا جزم شفت العمم قادا تميس دورينا وقادا لهيب في صدورنا وقادا حبام للكدر زاي جماله للعيون قايل وتتلامح في صيداته وتتلامح في صيداته المسوي قلوبنا صيداته يغرد في عويناته البنسي يا ذول قلوبنا صيداته يغرود في عويناته البنس يا زول وليداته حبام للكدر زاي جماله للعيون قايل الكتوف في العيبة حبطاها الفتوف في العيبة حبطاها دموح والفاق لبطاها هيب غطاها وتوب الهيب غطاها وصوت الأنبياء وطاها وتوب الهيب غطاها وصوت الأنبياء وطاها وتوب الهيب غطاها وصوت الأنبياء وطاها وتوب الهيب غطاها حقيقتنا عجبني مقطع الأغنية كويد في عيوناته البنس دول السدول يا مبارك نعم الغروة دي غروة العيون دي طيب مبارك بتحس انه بعض الفنانين يعني بيأدوا أغنية الحقيبة بشكل جميل والبعض الآخر بيحاول انه يغير فيها وبالتالي يعني بيغير كل تفاصيله بتبقى أغنية تانية يعني ما أغنية حقيبة والله الأغنية اللي الحقيبة داير يغنيها أول حاجة يحفظها ويحفظ معناها ويكرس جهده فيها ما يخلي فيها فرقة ما تخلي الناس يتكلموا عنه لكن لما نقوم يلطوش ساي بقدر قيمتها بقدر معناها طبعا ولدك عاصم البنا ده من الفنانين المشهود ليهم انه بيأدي اغنية الحقيبة بشكل جميل ونحن عايزين نسمع اغنية تانية منه جميع ناس البنا ديل
غنوة واحدة وتيرة واحدة ما بتتغير ولا بتضيع لأنه الناس بيغنوا على أصل الناس الغنى اللي جنت طبعا. طيب عاصم حنستمع لأغنية حقيبة ثانية. والله أنا بختار لكم أغنية من بيت البنا وبهداء لعم المبارك، يعني بقول ليه الليلة نورتنا وشرفتنا وانت نجمنا وانت راسنا وانت كبيرنا الليلة يعني، فأنا بهدي ليه وقيمت أرجع لمدور وعودة من عمر البنا، وبهدي ليه لكل طبعا ود البنا كلها قاعدة معانا هنا، أنا بحييهم برضو من خلالكم أهلي أبوي والدتي وكلهم قاعدين هنا، وكلنا باسم أسرة البنا بنهدي ليكم انتوا في الشروق والحضور الكريم وعمنا مبارك. شكرا لك. قيمت أرجع لمدور وعودة. دنياتي وسعودة أيام فارية لمدر وعودة، أشوف نعيم دنياتي وسعودة thank you.
روحي ومبسوط بضيع الصوم ودعينهم ليل يا فنوم غاوي البضيع والصوم ودينهم ليل يا فنوم غاوي عبد ما هموم حامل الخطايا واللوم غاوي رفع كفيه بيروم من فيض فاضل الرحوم غاوي الفضي والصوم ودينهم ليل يا فنوم رجز نظوم فوق طه طيب اليسوم غاوي شايل الدلال بيها يحوم على العشاق بيسوم غاوي الفضي والصوم ودينهم ليل يا فنوم غاوي ده قصيد الغوم العرفون أول حاجة دي للناس اللي علمونا نحن دي أول حاجة يعني رحمة الله والدجوك وعندنا أحمد الدين المبارك التدر عندهم ثاني شيخ إدريس عبد الله ثاني آدم بقاري ثاني يا سيدي منو أولاده الصغير محمود وأحمد وحسن والسير ود أحمد و محمد وطه الله يا دول ناس كثيرين خلاص أولاد سليمان علي و والعبيد دي كلهم طلعوا من العلفون وفيها مواهب فيها مواهب كثيرين ما بقدر أعرفهم خلاف ما
صلي بس إذا عاجل يقوم صلي ستري بريد برا يرتاح روحي كل ما طرح إن صابحتها وما سيتها طعمه ونعمه لو مسيت ما غستني ما غسيت تشكر كل ما كسيت زيت لي وراها ترتاح وحين وضعها تريد براها ميش حايا مي طماعة ليقول قالوا مي سماعة لو كان يوم شكيت يا جماعة عدناني إلى ميمن ود مكة ود عبد الله عليك بضحكة هل عدناني إلى ميمن ود مكة ود عبد الله جيب مطحن حالي سمح في فمك بمطح الأرض ومطر الفلك أرياحا تجري ومياها تركا جل الله ونعم الملك ود عبد الله عليك بضحكة على عدنان إلى أمين ود مكة بسني بيخ الشريف ود مكة وتهاشميا وهيل الملوك سالم نسبه من عنا وشركا لا عند آدم ولوة حنكا ود عبد الله عليك وضحكا على عدنان إلى أمين ود مكة ود عبد الله عليك وضحكا شفته ده المديح النبوي وصيف خدوده ولا وصيف عيونه وصيف خدوده ولا وصيف عيونه
الناس انه غريبة في دنيانا ما في الصيد لو يا والف ما حبوب قلبي جافي يا غذاك بهواه يبخل بدواه 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 مهما صدنا فير ما بتعشق سواه لو أسفر جبينه غنت مطربينه كل شيء في الطبيعة جميل تلقاه دونه يا أخي أوصف خدوده ولا أوصف عيونه أنا أوصف خدوده ولا أوصف عيونه أنا أوصف خدوده ولا أوصف عيونه أنا ألبان ما بيمثل زهر يا غيد يا حسيد حسنه ابتسامه البدر يا صوت خجلان مليون ارتسامه الحيرة يقول لو قصر فيه كنا حبيب الحيرة يقول لو قصر الحيّر يقول له قصر فيه وقولنا حبيبي الحيّر يقول له قصر فيه وقولنا وإذا الحيّر يقول له قصر فيه وقولنا هذا الحيّر الحبيب معدوم 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 الحبيب معدوم معدوم في مثاله بين حزنه وخصاله لابس ثوب عفافه في سويداه سكونه والله أوصف خدوده ولا أوصف عيونه أنا أوصف خدوده ولا أوصف عيونه بسمتك عيدي بسمت ليالي العيد في بسمتك عيدي ما بخشى فيك وعيد أيام حناي وعيدي هلا ومرنا عود ما بينك ما وعود هلا لا أحزان هناك يا عزال ريما تكونوا كونوا هناك يا عزال ريما تكونوا كونوا هناك يا عزال ريما تكونوا كونوا هناك يا من سوالفه للعشير والجار الحين بيالفه سمح الرزق تالفه غني له يا مرشوم يا شولقي المنظوم ظريف ابو الخواض يا مشرح الخرطوم هوي هوي سمح الرزق تالفه آه الله 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 آه الله آه الله 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 آه الله
هو شفته ده الوسطاني ده التقيل ده التقيل غني رؤيا الله 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 أقوم يا مفدع الفاشوق قايم في القرير مفروق يا معليج بلا مروق يا تمريل بلا حبيفوق بلا حبيفوق ويا تمريل بلا حبيفوق تمريل بلا حبيفوق يا تمريل بلا حبيفوق صببت عليك بسهودة دموعي وعيني مسهودة سامي في جيلة ووادي الضلة بشهودة هداك طاب له في نهودة حشيما في النعيم رافل ينور والبدر آفل لمحت وصدفة كان غافل ضفر قلبي وطفر جافل سايم الليل كلمي علي البريد روح سلمي يا سايم الليل كلمي علي البريد روح سلمي العصر عصرك اجرمي جودي وان شئت احرمي قلبنا لعندكم رمي اصلمونا في عفرمي يا نسائم الليل كلمي علي البريد روحه حبيب العصر عصركم سعيد يا كريم لنبيه عيد كل يوما أراه عيد إدني كيف حظنا البعيد يا نسائم الليل يا علي البريد روح سلمي يا نسائم الليل كلمي أول حاجة أحمد المصطفى وسيد خليفة الله وعبد الموسف شفتها لينا في الدبيبة بعدين مضبان برضو فيها جماعة ما بعرفون هالسعدي جماعة كثيرين ها ودرجة دردي ذا ما شايل المحل كلها مالية هالسعدي أسعد فيها أولاد منهم تكالي شايفهم بغنوا السودان غاطبا يعني ربنا يجعله آمنا مطمئنا ربنا يديم عليه وناس التلفوز الغنوات ديل ربنا يعشون البركة ويحفظهم ويخليهم ويعني ويجعلهم سخار رخار أصبح أبو عزل الجو حزين
العجب العجاب مدينة العلفون من أشهر مدن شرق النيل لقدمها ولأهلها المحبين للخير، ولأنها واسطة العقد بين القرى التي اشتهرت بالفنون الحديبة والدبيبة والعسيلات.